سيد الوزير، هو عبارة عن ملتمس على أساس أن الحكومة غتصحح طريقة الاشتغال ديالها وغدي خطوات مشجعة ومنصفة من أجل تنزيل صحيح لمخرجات الحوار القطاعي. اولا اللي بغيت ناكد هو بان الحكومه راه تتحرص في نفس الوقت على حقوق الاساسيده، وفي نفس الوقت تتحرص ايضا على ضمان حقوق المتعلمين في تمدرس قار ومستمر، وايضا بتطبيق احكام النصوص التشريعيه اللي هي عندها علاقه بهذا الموضوع في توازن بين الحقوق والواجبات. فقرارات التوقيف المؤقت تمت بعد تسجيل واحد العدد ديال التجاوزات والخروقات، انا ما نرجعش لهاش، ولكن اللي بغيت ناكد بان الوزاره اعتبرت بان هذه الممارسات والسلوكات اللي تتمس بعض منها اللي تتمس حرمه المؤسسات التعليميه واللي تتنافى مع قيم لا السلوك المدني والمواطنه الايجابيه، وحنا بغينا هذا الفضاء ديال المدرسه يجب ان يبقى واحد الفضاء ديال اكتساب قيم المواطنه، وهذا لتي يتم بفضل انخراط واحد العدد كبير ديال الاساتذه والاستاذات لتي تعطي واحد شكرا. تيكون شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، لو كان الاستاذ يقوم بتصرفات ما عندهاش علاقه بالحام المؤسسه ما كنتم انتم اليوم باش تكونوا وزراء هنا، وما كنا احنا باش نكونوا تنتكلموا هنا اليوم باللغه العربيه. الاستاذ هو الذي يقف امام تكوين الجميع، وبالتالي فالاستاذ اعتقد انه هو المنطلق ديال الطبيعه والمنطلق ديال الاخلاق في كل شيء. اليوم السيد الوزير هذا دليل قاطع الفشل ديالكم، لان اتجهتوا خلال هذا الموسم في نحو جملتين، نحو تجهيل ابناء الشعب من جهه ونحو تركيع الاستاذ من جهه، لان الاستاذ كشف الوجه الاجتماعي لهذه الحكومه باحتجاجاته وركع الحكومه لما استجابت رغما عنها لمطالبه، وهي اليوم تنتقم من الاستاذ لا لشيء الا لانه رفع البطاقه الحمراء في وجه الحكومه الحاليه وفي سياساتها العموميه الفاشله. شكرا سيد الرئيس. سيد وزير محترم، نؤكد ان الحوار القطاعي ديال التعليم هو نتيجه ديال واحد التراكمات ديال 30 سنه، واليوم نؤكد اعتزازنا وفخرنا بفتح الحوار وحل مجموعه من الاشكاليات ديال هذا القطاع هذا. واذا كانت الحكومه وقفت ووفرت الموارد الماليه الكافيه في ظل ازمه كبيره، فاليوم هذه الحكومه كنشجعوها بقوه خصوصا في مجال الحوار الاجتماعي.